الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها، قال: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد تورد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد. وهذا الحديث قد تكلمنا عن معناه في المجلس السابق، ولكن سنتكلم عن مسألة كيفية الجلوس على الطعام. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا الحديث الباب الذي بعد باب كراهية الأكل متكئا، فقال رحمه الله: عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. قال الخطابي رحمه الله: المتكئ هاهنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته. قال: وأراد أنه لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام، بل يقعد مستوفزا لا مستوطئا ويأكل بلغة. هذا كلام الخطابي رحمه الله. وأشار غيره إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه، والله أعلم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: المقعي هو الذي يلصق أليته بالأرض وينصب ساقيه. هذا الحديث وهذا الباب في بيان كيفية جلسة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الطعام. ففي حديث عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم جثى، أي أنه جلس على ركبتيه، جلس على ركبتيه، وهذا معنى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم جثى. فقال له الأعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. فمقصد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجلوس على ركبتيه أثناء الأكل من أجل أن يبين تواضعه صلى الله عليه وسلم، وأنه يجلس جلسة البسطة ولا يجلس جلسة المتكبرين والجبارين. والثاني كراهية الأكل متكئا كما بوب المصنف رحمه الله. أولا، المسألة الأولى: ما حكم الأكل متكئا؟ فالحكم يقال إما أنه مكروه وإما أنه خلاف الأولى، ولا يصل الأمر إلى التحريم. ولا أعلم أحدا من أهل العلم المعتبرين صرح بأنه حرام، وذلك لأنه فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر ولم ينهى، ولم يأمر ولم ينهى، وإنما قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: لا آكل متكئا، لا آكل متكئا. والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا آكل متكئا فيه حث للأمة أن لا يأكلوا وهم متكئين، ولكنه لم يأمر ولم ينهى، فدل على أن الأمر للاستحباب، وأن فعله أي فعل الأكل متكئا يعني إما مكروه وإما أنه خلاف الأولى. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني: ما هو الاتكاء؟ ما هو الاتكاء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا؟ اختلف أهل العلم اختلافا يعني كثيرا في تفسير الاتكاء، فمنهم ما ذكره الخطابي رحمه الله كما نقله عنه هنا النووي رحمه الله، قال: هو الجالس معتمدا على وطاء تحته، وأراد أن لا يعتمد على الوطاء الوساد، يعني لا يكون متمكن في جلوسه، فكل متمكن في جلوسه فهو متكئ كما ذكر الخطابي.
ومنه المتربع، فقالوا يدخل فيه حتى الذي يجلس متربعا فهو متكئ. وبعضهم فسر الاتكاء بالاعتماد على اليد اليسرى، وبعضهم قال الاتكاء هو الاعتماد على اليد مع الميل، وهذا هو الأقرب في المعنى، هذا هو الأقرب في المعنى. وأما الجلوس متربعا أو معتمدا على الأرض فإن هذا لا يدخل في معنى الاتكاء. ويدل على المعنى الثالث الذي ذكرناه أنه الاعتماد على اليد مع الميلان حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان متكئا فجلس، كان متكئا فجلس، فدل على أن هناك فرق بين الجلسة والاتكاء. كان متكئا فجلس صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الاتكاء هو الميل، الميل على الجهة، فهذا هو معنى الاتكاء على الصحيح. وهو كما قلنا إما أنه مكروه وإما أنه خلاف الأولى، هذا من ناحية الشرع. وأما من ناحية الطب فقد ذكر بعض أهل الطب أن الأكل متكئا قد يضر بالبدن، وذلك لأن دخول الطعام والشراب لا يكون مستقيما، فيكون في ذلك خلل في مسألة جريان الطعام والشراب. المسألة الثالثة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان على الطعام. فأما الجلسة الأولى الواردة أنه يجلس على ركبتيه، أنه يجلس على ركبتيه ويعتمد على ظهور كعبه صلى الله عليه وسلم. والثانية أنه كان يجلس كما في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس مقعيا، والمقعي هو الذي يلصق اليته على الأرض ويرفع ساقيه، يعني كالمحتبي، كجلسة الاحتباء، يجلس هكذا ويرفع رجليه ويجلس هكذا. فهذه الجلسة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث عندما كان يأكل التمر. والحكمة من جلوس النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، والصفة الأولى أنه لا يتمكن في جلوسه حتى لا يكثر من الطعام والأكل. والصفة الثالثة وردت في حديث ضعيف ويذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى في بيان صفة جلسة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المشتهرة بين الناس، أنه ينصب الرجل اليمنى ويجلس على الرجل اليسرى. هذه وردت في حديث ولكنه حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما ذكر بعض أهل الطب أن هذه الجلسة جلسة مناسبة للأكل. فإذا هذه الجلسات الواردة الصحيح منها الجلسة الأولى أنه كان يجلس على ركبتيه، والثانية أنه يعتمد على إليتيه وينصب ساقيه ويأكل مقعيا صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، ولكن الأفضل أن الإنسان لا يجلس متكئا، هذا هو الأفضل لقوله صلى الله عليه وسلم فإني لا آكل متكئا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.